اهلا بيكم في برنامج الدور على مين. اصعب حاجه على الممثل انه يمثل بدون ورق، وده اللي متحقق هنا في البرنامج بتاعنا. عندنا مجموعه ممثلين هيلعبوا مع بعض شويه العاب، الالعاب دي تعتمد على الخيال، على الارتجال. هم عارفين كويس قوي كل لعبه بتتلعب ازاي، لكن كل مره وفي كل لعبه هنفاجئهم بموقف جديد ونشوف بقى خيالهم هيسرح بيهم لفين. البرنامج بتاعنا ما فيهوش كسبان ولا خسران، المكسب الوحيد اننا كلنا نتبسط ونضحك. يلا بينا بقى نلعب ونشوف الدور على مين. اهلا بيكم في الدور على مين، وان شاء الله تكون حلقه جامده قوي. ومعانا النهارده من اللعيبه وليد، شريف، مروه، اوزو. جاهزين يا شباب؟ لعبه كلام بحساب. احنا هنختار ثلاث لعيبه هيقوموا يمثلوا موقف معين ويتشاركوا فيه مع بعض، بس كل واحد فيهم لما يتكلم هيتكلم بحساب ويعد كلامه. مش مسموح لأي حد فيهم إنه يزود في عدد الكلمات اللي مطلوبة منه، واللي هيغلط يطلع ويدخل اللاعب الرابع مكانه. هيلعب معانا النهاردة شريف ووليد وأوزو. اتفضلوا. الموقف أو المشهد بيقول خناقة بين عشماوي وواحد محكوم عليه بالإعدام مش عايز يروح يتعدم، والشيخ بيحاول يقنعه انه يمشي معاه ينفذ الحكم. شريف هيبقى الشيخ كلمة واحدة، وليد هيبقى المجرم كلمتين، اوزو عشماوي ثلاث كلمات. اتفضل. قدام يا بيه. يلا على المشنقة. حلال. ما عملتش حاجة. كنت توب بدري. أنا توب ذنب. عم الشيخ أرجوك. توبت يا شيخنا. مش مصدقك ليه؟ عشماوي أنا 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 مش مصدقك ليه؟ بريء بريء. عديها. ايه دي؟ ايه دي يعني؟ ايه بره؟ يلا ايه شيخ بيعمل كده؟ اثر الحبل ده. الشهادة. اثر الشهادة. اشهد. ايه انت كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. طب ايه الشهادة؟ الشهادة شهادة واحدة بس. واحدة بس؟ انت قلت الشهادة. لا بره لو سمحت شريف. انا رهبة. تعالى مش هتفلت. خانقني تعبني. اتشاهد. عم الشيخ اخلص يا عم. قول. ما عملتش. عم الشيخ اخلص يا عم. اربعة. قول. ما عملتش حاجة. اشهد. اشهد. ذنوبك هتتغسل كلها. انا انا ايه كلمه واحده بيوقعك يا شريف. عايز شنوقك يا ابني. لا خليك جنبي. مالك بسرعه مستعجل بسرعه. انت مالك. اتفضل. ركبي سايب. ده عملها على روحه من الخوف. ايه عملها على روحه من خوف. ما تنزل بسرعه. انت عملت حمام. ذكي يا سامحو. انت بتقول ياض؟ ايوه بقول. اغفر له. انا الشاويش ابراهيم. ركز معانا. ابني. شيخنا. ابنك ايه؟ قول. عشماوي.
سيدنا اشهد. هقول حاضر. اقول لك عفينا عنهم. لا 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 اتاخرت قوي يا شريف. اتاخرت قوي. اقول لك عفينا. لا انا اسف. انا بحب عشماوي ده احلى عشماوي اهو معايا. اذكر الله يا ابني. لا لا اله. هشنقه جاي على طول. استنى انا مجرم. انا عارف. اطلع. هو وليد كلمه. وليد كلمه. هخش النار. التوبه. عندي خمسه غيرك يا اخي. استغفر. ردد وراه وخلص. هو بيحسس. ودلوقتي جه معادنا مع لعبه سؤال بسؤال. مستعدين يا شباب؟ انا هقول على موقف معين بيحصل بين اتنين، بس الحوار بينهم ما ينفعش يكون غير بالاسئله، وهيفضلوا كده سؤال بسؤال لحد ما فيهم واحد يغلط او يتاخر في الرد، وقتها هضرب الجرس على طول، واحد تاني يدخل يكمل مكانه. هيبدا معانا النهارده شريف ومروه. الموقف بيقول دكتور تخسيس بيهزق مريضه كسرت الرجيم بتاعها. الدكتور شريف والمريضه مروه. حماره ولا انت ازاي يا دكتور بتكلمني كده؟ شو قلت لك تاكلي الجبنه القريش؟ ما عملتيش كده ليه؟ وانا هفضل عايش على الجبنه القريش؟ انا دكتور. اطلع اطلع دكتور. انا قلت لك تاكلي ايه؟ طب هو انا خسيت كام جرام؟ انت قست نفسك؟ يعني انا جسمي مثالي دلوقتي؟ الساعه كام؟ حضرتك مش لابس ساعه؟ لا مش لابس ساعه. حضرتك ممكن مين الحمار اللي قال لك ان الفريج 7 ايام؟ كده انت. انت ما بتنزليش ليه؟ وانت مش دكتور الرجيم ولا انا جيت عياده غلط؟ تحبي تعملي جلسات؟ عايز اعرف يا دكتور وزني انا صح ولا غلط؟ يعني انت اخر مره وقفتي على الميزان كان امتى؟ انت ليه بتسالني كتير؟ هي عاميه ولا ايه؟ هو انا هخس يا دكتور ولا لا؟ انت مش مؤمنه بربنا؟ هتكفرنا؟ هتكفرنا عشان لعبه؟ ولعبه بتاعي؟ انتوا الاثنين تطلعوا، انتوا الاثنين تطلعوا، انزل وليد، انزل مروه. ساعتك كام؟ طب حضرتك ممكن يعني لو تقدر تبص هنا. دي ستة ولا سبعة؟ أنا مش لابسة، وأنا لا مش لابسة النضارة؟ وأنا آخر مرة قست كنت كام؟ لا حضرتك اللي هتفتكر مش أنا. إيه اللي أنا بقوله؟ آخر مرة قست كنت كام؟ أنا راجل مش ست، أنت شايف إيه؟ أنت بتردي عليا؟ أنت بتسألني كتير. هو ده سؤال؟ يعني أنت بتسألني كتير إيه؟ هو مش ده السؤال؟ لا طبعًا. الواحد أسئلته بقت غريبة. حضرتك مش شايف إن في حاجات زادت قوي عندي؟ أنت مركبة إيه قبل ما تيجي؟ حضرتك جربت تبقى زيي وتركب العربية؟ طيب، جربت تروح البتاع كاوتشات؟ هل قبل كده حضرتك وقفت في أتوبيس وأنت بالمنظر ده؟ جربت موضوع الإبرة؟ آخر مرة شفت فيها أولادي كان إمتى؟ ماشي أنت الحقيقي. ولادك أنت بتسأليني أنا؟ هل في استطاعتك إن أنت تعمل لي عملية؟ أنا مش عارف أقول لك إيه. بتحب الرياضة يا فندم؟ ممكن نبدأ جلسات؟ ممكن نبدأ جلسات؟ جلسات بالليزر ولا جلسات بالرشفت؟ هو ليه حضرتك دايما بتغير الموضوع؟
ممكن اشوف وشك؟ حضرتك اول مره تجيلي؟ عندكم في العياده شفط؟ انت حابه الشفط ولا الحقن؟ الطرد. جاء وقت الانفعالات، لعبه الانفعالات المختلفه. كل فريق بالدور هقول لهم على مشهد يمثلوه، وفي وسط تمثيلهم واندماجهم هضرب الجرس ده من عندي وبلغهم بانفعال مختلف، ومطلوب منهم يكملوا بيه تمثيلهم لنفس المشهد. وليد واوزو اتفضلوا. الموقف بيقول اتنين ستات عواجيز، واحده من اهل العريس والتانيه من اهل العروسه، قاعدين على عربيه نقل بتنقل تنجيد وبيتخانقوا على العفش. وليد ست من اهل العروسه، واوزو ست من اهل العريس. لحظه عشان التمثيل يبقى مقنع بس. اتفضلي يا حاج، اتفضلي يا حاج. اتنين عواجيز، جيب الله. عايز اربط اصل اسبانيش فمش عارف. يا منجد علي، يا منجد علي المرتبه واعمل حساب الشقلابه، يا منجد علي المرتبه واعمل حساب الشقلابه، يا منجد علي ياهو عرستنا اهي ياهو. مش قلبك في القرافه يا بعيده يا ولية؟ غني غني، انت مش فرحانه لابنك ولا ايه؟ العفش الزباده ودي المخده، دي المخده دي ب 20 جنيه دي. اهي يلا 60 جنيه. رميت المخده ليه يا حاج ام محمد؟ تامر تامر، انت رميت المخده ليه؟ تامر والنبي، انا لسه عليه الشيك. يا منك تعلي، غني بقى لابنك، مش فرحانه لابنك. تزعل امك يا تامر؟ ده عريس لقطه، ده ابنك ده عريس لقطه. وايه اللي انت لابسه ده؟ في مره محترمه تلبس اللي انت لابسه ده؟ انتوا عايزين النيش؟ قال ايه مفيش نيش؟ نيش؟ بنتي تتصرف من غير نيش؟ اتملوا، انتوا جايبين 15 طبق، عايزين نيش على ايه؟ نيش على ايه؟ اتلمي بقى، 15 اتلمي بقى. غرور، اقسم بالله اقسم بالله احنا عفشنا يا نهار ابيض على عظمه، مذهب كده مذهب كده. لا السرير مذهب، المرتبه كانت 500 متر اهو، واخده مساحه العماره من فوق. فين عايزين ننام؟ اطلعوا ستو. انت عارفه يا حاج ام محمد؟ نعم، اسمي الهانم ام محمد. كلب على الحاجه ام محمد، الحاجه الهانم ام محمد. انا نمت مع رجاله بعدد شعر راسي. لكن انت يا قرعه، يا قرعه، انت ما تعرفيش تعملي كده. حسد، اللي يشوفك ما يديكيش 20 سنه، اللي يشوفك بالقنطه دي ما يديكيش 20 سنه. الوليه وجوزك بيحبك، عندها 60 سنه وماسكه نفسها على العربيه ماسكه راجل اسمه، ما تهزتش في مطب. وصحه طالعه الدور السادس ونازله طالعه ونازله. ايه ده؟ عشان خاطر بنتي، في ايه عشان خاطر بنتي؟ ده الواحد بيفكر بيتعب يا شيخ، انتوا جايبين ده في ايه يا شيخ؟ بتاكلوا خروف على الفطار، ايه ده يا شيخ؟ اسكتي. بعصبيه، يا منجد علي المرتبه، ما تخنيش بقى، ما تنرفزنيش بقى، وزفت بقى وقرب بقى. جري يا اسطى، في ايه؟ في ايه يا اسطى؟ ما عمال اقول لك اعمل حساب الشقلابه، مش عامل حساب الشقلابه ليه؟ ما تعليش صوتك بقول، يخرب بيتك، عليش صوتك. ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ في ايه يا اخويا؟ الله، تلاقي امك اللي جايبها لك يا اخويا. اسمحوا لنا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني في الدور على مين. جاهزين يا شباب؟ لعبة الحفلة. في واحد النهاردة عامل حفلة في بيته اللي هو هيبقى شريف. اتفضل يا شريف. بمناسبة حماته خبطتها تريلا، بس هو ما يعرفش هو عازم فيها مين، بس جمهورنا هنا والمشاهدين هيبقوا عارفين من خلال اللي مكتوب قدامهم على الشاشة، وكل ضيف هيعرف شخصيته اللي هيمثلها قبل ما يدخل الحفلة من الظرف اللي جنبه. صاحب الحفلة هيحاول يتعرف عليهم
من كلامه معاهم واسئلته ليهم وتمثيلهم لي. مع كل دقه جرس هيدخل ضيف من ضيوف الحفله. الضيوف وليد ومروه واوزو، اتفضلوا افتحوا الظروف. هنسيب بس فرصه لشريف وبعدين هرن الجرس. اتفضل يا شريف. الحمد لله اخيرا خلصت. حماتي ماتت وكمان عربيه نقل خبطتها. ده فرج من ربنا كبير قوي. يا ترى مين اللي جاي في الوقت ده؟ يا رب يجيب نتيجه. ايه هو يا استاذ اللي يجيب نتيجه؟ ادينا بنعمل اللي علينا ويا رب يجيب نتيجه. اهو يعني من هنا لها. مساء العسل. اتاخرت؟ لا خالص، اصل ما بعرفش اطير انت فاهم. ايوه مالك في ايه؟ جو برد 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 برد. جو برد. وانا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا خالص، اتفضل اتفضل. مالك بتعمل كده ليه؟ ايه ده، انت عندك زرع في البيت؟ ما قلتليش. مش تعبان يا شريف، مش تعبان مش تعبان. تمام تمام. لا اجيلكوا واحد واحد بقى عليا. انتي لا انت تعبان تعبان صح؟ ملسوع. انا اشوفها مصها. يا ستي انت لا انت بطه. الجو برد 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 برد، مش ممكن. يا اخي ربنا ما يحوجني لحد. رقبتك حلوه قوي بس انا مش زيهم. انا انت ارنب. انا نطيت. لا انت البرد. انت عصفوره سقعانه. قربنا يعني ليه جناحات برضو. بقول لك ايه؟ ايه هي حماتك؟ حماتك ماتت؟ ماتت. اه وحطوها في تابوت. اه انت مندهش. انا رايح لها. انا عايز انام. عايز انام. انا ولا استحاله اجيبك. اصبر انت شويه. منور يا باشا. الحمد لله ان انا ما خلعتوش. اللي بياكل على درسه ينفع. برافو شريف. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. لا ثواني انت بطل. انت طائر. ايوه بغبغان غلبان وبنص لسان. غراب سقعان. هي سقعان. سقعان عصفوره سقعان. لا حمامه سقعانه. لا يا اخي رقبتي مش عارفه مالها. فين فين الديك؟ الديك الطاووس. الطاووس الديك الرومي. الديك الرومي سقعان. الديك الرومي جناحه مكسور. نشوف التاني بقى. نشوف الطاووس. رقبتي طويله جدا. انا لوني شاحب شويه. لوني شاحب. لوني شاحب. انت فامباير. ماله بقى فامباير ماله؟ فامباير بياكل اي حاجه. بيمص ايه؟ بيمص قصب. فامباير بيمص دم. لا ما بحبوش. بتحب ايه طيب؟ ما بحبوش القمر بقى بدر. ما بحبوش القمر. انت عندك زرع حلو قوي. فامباير بياكل الزرع. بيمص الزرع. يعني نبات. اوكي اول مره اعرف ان في فامباير نباتي. اوكي فامباير نباتي. اه انت ايه بقى؟ دفنت راسي بالحياه ودعيت عليك. نعامه. ايوه بقى. نعامة. ايوه بقى. نعامه. نعامه سقعانه يا شريف. و
ودلوقتي الدور على لعبة ايدك معايا. اللي هيلعب معايا اللعبة النهاردة شريف وأوزو. الموقف هو ان أوزو هيبقى مسعف بيحاول يسعف واحد مضروب في خناقة اللي هو شريف. لكن الصعب بقى في اللعبة ان أوزو ما يقدرش يستخدم ايديه، لان اللي هيلعب ايدين أوزو هيكون وليد. مستعدين؟ ها ها احكي لي ايه اللي حصل. اتلموا عليا كلهم في الخناقه ومسكوني كسروا عظمي كسروا دراعي. انا ساكت انا ساكت. حاضر حاضر. انا مسعف عصبي مدرك مدرك يا دكتور. لما تيجي تقول لي انا تعبان اقول لك انا ايه انا انت عندك ايه. لكن ما تقولش انا عندي مش انا عندي. لا تاخد الدواء بقى وتعالج نفسك. تمام تمام. هات ايدك. يا نهار ابيض. ايه يا دكتور انت ايديك مكسوره. ما انا بقول لك ايديا مكسوره بقالي ساعه. حاضر 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 الدراع وجعني قوي. طب ما بتكلمش يعني. ها عندك ايه يا دكتور؟ اتلموا عليها في الخناقه بقى. شت عرفت الجزء ده. جدد بقى ايه اللي حصل بعد كده. دراعي بقى كله من هنا من هنا كده مش حاسس بيه. ايوه انا اقول لك ساعتها ان الدراع مكسور. ما نقلفش بقى يا دكتور دراعي وجعني. خلاص خلاص خلاص. بتحب الحقن؟ مفيش حد. تمام هات بقى دراعك بقى كده يلا عشان اديك الحقن. يلا ها دراعي وجعني قوي. خد الحقنه. شت خد. ها بس يلا حال عليك. يعني مش ممكن. مش هقدر بقى ايه يعني اسيب الجرح كده. لازم ايوه ايوه اطهره. لازم اطهر الجرح يا دكتور. لازم اطهر الجرح. بص بس حلو قوي عشان يطلع عرق. تحفه. حط منه يا دكتور. دراعي وجعني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ تاني ده عشان اطهر. ما انا لازم اطهر نفسي كل لازم اتطهر من ذنوبي قبل ما اخش اعمل لك حاجه. اتكلم في ايه؟ يلا يلا ايه اقول لك على حاجه؟ احنا نجبس الدراع. انا متهيألي من متجبس صح؟ تمام. ده جبس اهو شايفه اهو. جميل. هات دراعك بقى يلا. اهو دراع اهو. هات دراع دراع اهو. هات بس. انت بتجبس نفسك انت؟ لعبه بموت فيه. عارف كنت وانا صغير اجيب الجبس اعمل منه بقى ايه قصر بقى وبالرمله وكده. ابويا كان دكتور وباكله. تحفه 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 قوي. تحفه قوي اللي بيحصل ده جدا. انا بحب شغلي وبحب كل ادوات. يلا دراعي دراعي مولع. انا نسيت اقول انا مدمن جبس. انا مدمن مدمن قوي على فكره. يا ابص بقى لازم نحط شويه ميكروكروم. ايوه ميكروكروم ميكروكروم. ايوه ايوه الكروم ده بقى عشان خاطر ايه؟ ايوه قبل بقى ما نحط الجبس. ايوه ايوه هو ميكروكروم. بص أيوة. معلش انا غلبان اصلي. بص استحمل معايا. أيوة. استحمل معايا. أهو. بعمل لك مفاجأة. دراع انا اللي وجعني. انت بحبك. انا مش هديك حقنه ولا هديك ميكروكروم. ازاي يا دكتور كده؟ عشان انا بحبك. اي حاجه دواء انا اخف انت تخف بس خلاص. طب مش انت قلت لي احنا اخوات؟ اخوات. واللي يحصل لي يحصل لك. يحصل لي انا اخف انت يحصل لك ايه؟ اخف. هتخف بس خلاص. دراعي ايه اللي بس خلاص؟ دراعي. وانت بتحركه مش عايز اتكلم. انت عندك دراع احسن من دراعي. مش ممكن. تشرب شويه ميه. ايه لا لا شكرا مش عايز. يلا لف عشان تاخد الحقنة. هزاك نشيل وبهجم نفسي. نشيل. بص 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 دراعك اتصلح ازاي يا ابن اللذينة. سبحان الله. ده الطب الحديث. انا الجا ليه واجبس ليه؟ انا اخليك انت تصلح دراعك. صح. ده قلت مالك بتعمل كده ليه؟ الموت علينا حق. انت بتعمل انا خلاص انا عشت كتير. انا عشت كتير. ايوه انا عشت كتير ولازم. خد بقى دي هات بقى. ايه رايك؟ ده ميكروكروم مخفف يعني اطفال. انت كلبه تقفش عليا. انت كلبه عايز تاكلي ماما. الدراع مكسور. لا والنبي والنبي لا.
وصلنا للفقرة الأخيرة واللعبة الأخيرة في البرنامج بتاعنا الدور على مين. وزي ما قلنا قبل كده إن البرنامج بتاعنا ما فيهوش كسبان ولا خسران، المكسب الوحيد إن إحنا كلنا نضحك ونتبسط. يا رب نكون قدرنا نضحككم. أشوفكم على خير. شكرا للممثلين، شكرا للجمهور.